صراحة كنتمناو أن الله يعطينا أنفاس جديدة للخروج من هذا الوباء اللي هو كورونا. صراحة شهرين ديال الحجر الصحي ما سهلاش، ولكن الحمد لله اكتشفنا بزاف الحوايج، اكتشفنا الدار، اكتشفنا مالين الدار، تخيلوا مالين الدار اللي عمرها دار، واكتشفنا أن عندي واحد الصالون شحال هادي متعين فيه على الضياف، واكتشفت أن عندي شي صابون 10 سنين جابتو لي خالتي من فرنسا، يلا بدينا نغسلو بيدينا. الحمد لله زعما كورونا ونا كناخدو خبز بلدي، كناكلو ماكلة بلدية، ني الدار بزاف الحوايج اكتشفتها في الدار. اكتشفت أن عندي واحد البيت أنا ما عمري دخلت ليه، عندي بيت في الدار ديما مسدود ما عمري دخلت ليه، الحمد لله زعما. والبرنامج ديال فتيح هو برنامج عادي جدا مع كورونا، كنفيق الصباح كنغسل وجهي كنعاود نتكى شويه باش نعاود نعس تاني شويه كنعاود نفيق تاني. مدمن على الفيسبوك وكذلك تويتر وكذلك اليوتيوب والانستغرام. شويه رياضه، ماشي ديك الرياضه ديال الابطال ولا ديال المعاكيز، ديك اللي حرك شويه يديك شويه باش الدم يدور وصافي، ما نكذبش عليكم الصراحه. وعلى مستوى الكوزينه الحمد لله، الكوزينه كندخل كنعاون المدام ديالي، هي كطيب وانا كناكل الحمد لله. على مستوى يعني المطالعه يعني كتبه وداك الشيء ما كنفوتش مسرحيات، شي مسرحيات عندي وحده خدام كنوجد فيها كندرب عليها، وحده كنقرا فيها، ولكن شويه التاليف، التاليف ضروري النويطات وداك الشيء لانه كنستعدوا للموسم القادم ان شاء الله. كاين شي حاجه جديده على مستوى الوان منشا وعلى مستوى السكيتشات اللي غنعاونوا نصوروهم ويكونوا عبر اليوتيوب. هذا من جهه، من جهه اخرى كاين عندي واحد طلب للجمهور الكريم، واننا نلتزموا بديورنا وفي محلاتنا ونكملوا الحجر الصحي ديالنا ونعاونوا السلطات. وهذه فرصه باش نشكروا الدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده وكذلك القوات المسلحه وكذلك السلطات المحليه، وشكر كبير لعمال النظافه، تحيه كبيره لهم لانهم كيقوموا بواحد العمل كبير وكبير بزاف. وتحيه كبيره كذلك لواحد الناس شنقول لك الناس ديال هذه الوضعيه اللي هما امراء كورونا اللي هما الاطباء، كنشكرهم بزاف وكنشكر كذلك الممرضين وكاع الناس ديال الصحه. وكنقول للناس يعني المواطنين انه بقاو في محلاتهم، قد ما بقينا في محلاتنا قد ما غنخرجوا بكري، راه الا خرجنا غنزيدوا عندنا ايام هاد التومه وهنا، راه الا بقينا خارجين ودايرين الفوضى وبقى الفيروس راه غندخلوا للصيف نبداو نعوموا 4-4، بدا الميتناجور يعيط عندنا بالـ4-4 ومسافه الامان فوطه هنا وفوطه ليه، غدي معاك مرتك وبقى بينك وبين مترو بحال مخاصمين. اللهم نبقاو باركين في محلاتنا ها، ونخرجوا بكري وترجع الحياة جديدة. توحشناكم، توحشنا الخشبة، توحشنا العروض، توحشنا الابتسامة، توحشنا الأصدقاء ديالنا، توحشنا ديك القهوة الكحلة، توحشنا كذلك العائلات ديالنا، وتوحشنا كذلك الجمهور ديالنا. أحبكم جميعا، كان معكم عبد العالي فتيح فكاهي مغربي.